رجعت لكم فيديو جديد. قبل ما نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لحتى يصلكم كل جديد من قناتي ريم كتابة. اليوم بهذا الفيديو رح نلعب لعبة بيكي اكس دي. طبعا هون عندنا شوي من المتابعين، ففكرة الفيديو اليوم جايز انه رح اعلمكم خدعة تمت ازالتها من لعبة بيكي اكس دي. لعبة بيكي اكس دي ازالتها. فا اوكي جايز، طبعا قبل ما ابدأ حابة اشكركم كثير على 1100 مشترك، فبليز خلينا نوصل 2000 مشترك بأسرع وقت. ويلا طبعا ما بعرف اذا الخدعه هي انتم شايفينها قبل هيك، بس الخدعه جايز انه كان بنروح نحن على البيتزا دليفري اوكي، وبنشتغل هنيك بعدين بنستنى لحتى يطلع لنا هون شريط. طبعا هلا انا اذا بتروحوا بتجربوها مره ثانيه للخدعه تبع الهي ما راح تصير معاكم لانه تمت ازالتها من الشركه، يعني الشركه هي نفس ازالتها للخدعه. فجايز انا اليوم بالصدفه كنت قاعده بلعب فلقيت الحل، لقيت اني ارجع اتصور انا بالسما هون هيك بدون البيتزا دليفري بدون ما احتاج اي شيء، كل ما وارد هون موجوده من نفس اللعبه، بس لازم يكون عندكم طبعا شخص يساعدكم بالهذا. بس انا شوي خلينا نقول لوحده من المتابعين هون كومي كومي بوجد، بدي اقول انه بس بدي اسوي انا خدعه بوجد. اوكي تعال تعالوا هون. طبعا بدكم تضغطوا على تبع الهي ماشي، وتضغطوا على الوحده يعني على الشخص يلي انتم معاكم هون جوا اللعبه، ورح تضغطوا على الانستغرام تبعه هون انستا، وبعدين رايحين ضغطين هيك رح يطلع لكم هذا الشريط. اوكي خلينا نسوي لف فولو، مسويت لف فولو يمكن. بعدين رح تضغطوا هون على الكاميرا هاي. اوكي يلا اضغط بقى ها شايفين كيف جايز؟ تدروا هلا صرتوا تغيروا البيت وانتوا هيك. طب هلا بعد ما نسوي هيك شو بدنا نسوي؟ شوفوا جماعه بدكم تضغطوا عليها، بعدين هذا السهم الخفيف كثير هذا شايفينه، بدكم ترجعوا تضغطوا عليه مره ثانيه، وبعدين بدكم شايفين هلا صار هيك معاكم. هلا شو بدكم تدخلوا البيت تبعكم؟ بعد ما تدخلوا ثواني شوي تفتح بس عندي ها شوفوا، بعد ما تدخلوا صار فيكم تتحركوا عادي، اختاروا مكان معين انتوا توقفوا فيه. مثلا بدي اوقف هون فوق هي. هلا رح تظهر لكم الاشاره هي تبع البيت، انتوا اضغطوا عليها وبعدين شايفين هذا هي الاشاره تبع تغيير لون البيت، تضغطوا عليها وبعدين غيروا البيت هون، رح يختفي بيتكم. اختفى البيت تمام، حتى نلتقط صوره نحطها بالصوره المصغره نقول انه بيت اختفى. اوكي جايز طبعا مثل ما شايفين اختفى البيت. واو شايفين كيف صار؟ شايفين؟ كثير صار حلو جماعة كثير، بس لو فينا مثلا نحن نقدر مثلا شوفوا هذا هيك بسويها، بعدين شوفوا هيك لازم تصير معاكم هي بهي الطريقة، إذا ما صارت عادي كمان هيك خليها إنه بس تتأكدوا إنه حركتوا شيء، فيكم طبعا تحركوا شيء هيك يضل، يمكن كمان ما تظهر لكم هي البيت ما يظهر لكم، هلا اكتبوا صح ترى شايفين؟ هلا بس بطلتوا تتحركوا يكون عندكم علم انه انتم بطلتوا تتحركوا، بس فيكم تلتقطوا السيلفي. شوفوا بلتقط سيلفي هلا انه انا هيك ترى رجعت الخدعة مرة ثانية يا جماعة. شايفين كثير كثير حلوة الخدعة، يعني راح يعني منيح اني لقيت بديل، صار فيكم تتصوروا هيك انتم هيك. بس انا ما جربت كل شيء بطل يتحرك، شايفين كل شيء ابدا ولا شيء بطل يتحرك، بس التليفون بتقدروا تمسكوه طبعا اذا بترجعوا المدينه بيطلعكم برا البيت، بس اجباري جايز بدكم تطلعوا برات البيت يعني برات اللعبه. طبعا اذا طلعتوا برات اللعبه هلا راح اطلع انا قدامكم سامعني شوي نطلع هيك اي اطلع من اللعبه وراح ارجع ادخل على اللعبه مره ثانيه. لحظه سامعني اوكي هلا برجع بدخل على اللعبة عادي. طبعا شوفوا رح يضل كل شيء محله، البيت رح يضل محله وما رح يتغير فيه اي شيء اي شيء ابدا ولا شيء، البيت رح يضل نفسه. مو تخافوا انه خلص بيتكم راح او صار مشكلة في بيتكم، هي الخدعة حقيقية 100%. يعني هلا يعني ما تقولوا انه ريم انتي عم تكذبي هذا مونتاج، اصلا جايز ما فيني اسوي انا مونتاج للعبة، ما انتم شايفين اصلا انه قاعدة عم بتحرك الاشياء، ماني انا بعدين ماني خبيرة كثير بالمونتاج، اصلا هاي لازمة كثير موارد، يعني كثير لازمة برامج مونتاج قوية خصوصا على البيسيات تكون. فجايز مثل ما كنتم شايفين رجعنا لطبيعتنا عادي، وشايفين مثل ما كنتم شايفين كل شيء ها صار بقدر احرك بيتي هيك عادي، طلعناك بالبيت اسفين. خلنا نشوف من اونلاين. طبعا جايز هاي خدعة اليوم، يعني اذا كمان لقيت يا خلنا نسوي فيزيت للانا، اذا لقيت يعني مثلا خدع تانية اني ارجع شريط البيتزا دليفري راح اسوي لكم اياها خدعه. اذا بلاقي اي
حل بديل للخدع اللي كنا احنا نسويها. وبعدين لعبة بيكي اكس دي لغتها، فانا رح انشر لكم عنها جايز. ويلا خلنا نروح هلا نسوي لنا شيء حلو يكون. نروح هون، وين لانا؟ نشوف لانا وينها. سمعت لها فيزت وينها بس ثواني. اه بالكريزي ران هي. اوكي خلنا نروح نلعب كريزي ران كمان معاها. يلا وي وي روح. صار معي 269 مجوهرة هلا، ما عم صايرة ما ادخل كتير لعبة بيكي اكس دي. بيكي اكس دي بدنا التحديث الجديد، يلا بسرعة خلصي بقى. صار لك سنة وانت تساوي بالتحديث الجديد، ما خلص معاكي؟ يلا 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 يلا. اوكي هون لانا. هاي لانا. لانا وين رحتي؟ هاي. خلنا نقول انه انا مصور مشان تشوف حالها بنهاية الفيديو. ثاني ريكوردينج I'm recording video game. اوكي اوكي شوفي حالك بنهاية الفيديو بس. اوه لو يو. تعالي نروح نزور بيتها. شوفي بيتها، يمكن ما بتذكر انه نزلت بيتها بالحفلة اللي سويناها. let's go to your house. نروح بيتك نستنى. اوكي يلا let's go. قبلت انه نروح على بيتها، خلنا نروح بيتها ونشوف بيتها. يلا جايز. او ماي جاد متحمسة اشوف بيت الصراحة. ما اتذكر اني رحت شفته يوم سويت التجمع بلعبة بيكي اكس دي. صار معي 2605 تيكت، منيح كتير كتير منيح. اوكي يلا خلنا نروح ننتقل سريع. اوكي لا وين بيت لانا؟ لانا لانا وينه؟ لانا لانا وين بيتك؟ لا وين مكتوب؟ ها هي لانا. وي تعالي 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 هون تعالي. يلا خلنا نروح نشوف بيتها. واو هي عندي انا منها تنتين، مدري شلون ما بعرف. حطيت لها لايك، معناته انا زايره بيتها. معناته اذا حطيت لكم لايك على فيديوكم مغيره فيه. والله حلو صاير. واو بيتك بجنن. لانا اذا كنتي عم تشوفي هذا الفيديو اكتبي لنا تحت بالتعليقات انه انت اسمك لانا اللي كنت انا عم زور بيتها. هيك اكتبي لي ريم انا لانا اللي زرتي بيتي. هيك اكتبي لي. واو والله بيت حلو صحيح فاضي، بس يعني الجد هذا انخوت عيوني، يعني عيوني انحول يا جماعه، راح عيوني. واو هون اكثر شيء عجبني هي الصاله، كثير حلوه هاي. صار عندي منها بس الصراحه ليش على شكل خنزير، يعني ايش مع شكل بقره مثلا. اوكي جايز ده بيكون خلص الفيديو تبعنا، بتمنى انه عجبكم. لا تنسوا تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب، وبس بحبكم كتير كتير كتير. خلينا نوصل 2000 مشترك باسرع وقت، وبس يلا سلام.